السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني الكرام. سأوضح لكم نقطة مهمة بالنسبة للأراضي، الأراضي الزراعية، سواء البساتين أو بالنسبة للأراضي المستخدمة للاستثمار الحيوان. طبعا هناك الكثير من المستثمرين العرب والأجانب يحددون نقاط مهمة ضمن الأراضي، يعني بشكل عام حتى يستطيعوا توفير المصاريف أو الإمكانيات المناسبة لقيام هذه المشاريع. طبعا أولا أحيطكم علما إخواني من باب المعلومات أن هذه الأراضي طبعا يكون قيمتها أو تكون قيمتها ويكون سعرها حسب الموقع الجغرافي لهذه الأرض، يعني بشكل عام موقع هذه الأرض من الطريق، بعدها عن الطريق، من المصادر الأساسية طبعا الكهرباء يعني أو الماء، أو بعدها عن الطريق الرئيسي الإسفلت بشكل عام، المميزات التي تكون في هذه الأرض بشكل عام، طبعا بعدها عن القرية، عن مركز المدينة، لأنه القوانين تثبت أو تفرض من أجل إنشاء هذه المشاريع بشكل عام، سواء على سبيل الاستثمار الحيواني أو مشاريع أخرى بشكل عام، هناك يفرض الحيواني بالذات أن يكون هناك مسافة معينة بعيدة عن مركز القرية والمدينة، بغض النظر عن المشاريع القديمة التي أقيمت قبل فرض هذا القانون. بشكل عام طبعا كل مشروع مرخص فيه رخصة، مطوب فيه سق الملكية، يكون هناك فيه ماء، يكون فيه كهرباء، تكون الأشياء الأساسية متوفرة فيه بشكل عام. لا يمكن أن يكون هناك مشروع مرخص مطوب مسجل في دائرة الطابو ليس فيه ماء أو كهرباء. طبعا الكهرباء بشكل عام إخواني، أكرر، الكهرباء قد تكون مد أرضي وقد تكون عمدان عواميد يتم مدها حسب نقطة الكهرباء التي مدتها البلدية أو قدمتها البلدية. بالنسبة لساعة الماء، طبعا هذا عندما يقوم بشكل عام الشخص بتقديم طلب إلى البلدية من أجل الحصول على رخصة، تقوم البلدية أو مؤسسة المياه تقديم هذه الخدمات بشكل عام، والأسعار تكون حسب المسافة والأدوات المستخدمة بشكل عام. هذا واحد. ثانيا طبعا التكاليف الأخرى حسب الطاقة المستخدمة، هناك مثلا بعض البساتين يتم استخدام فيها طاقة الرياح، هناك بعض المشاريع تستخدم فيها طاقة شمسية، يعني في بعض المشاريع قد لا يحتاج إلى طاقة كهربائية، هناك من يستخدمون طاقة الرياح والتي هي أقل حملا وأقل مصاريف من ناحية الجهد المستخدم في المشروع. الطاقة الشمسية تأتي في المرتبة الثانية، أقل وأسهل من الكهرباء، ولكن تكون تبذل جهد أعلى من طاقة الرياح. طبعا هذا الشخص صاحب المشروع حسب وسع المشروع، حسب تفاصيل المشروع، هو الذي يقرر ما هي الآلية الأكثر مناسبة لاستخدام هذا المشروع. طبعا السعر دائما، سعر الدنم أو سعر الأرض يتوقف على ميزات خصوبة الأرض، عمق بئر المياه الذي سيتم حفره، بعد الأرض عن الشارع أو عن الطريق الإسفلتي، بعدها عن المراعي، ما هي الميزات الموجودة فيها، المسافة بينها وبين مركز القرية ومركز المدينة. وأؤكد مجددا أن الأسعار بشكل عام في إدرنا وكركرار إلي تكون بين المتر 8 ليرة حتى 10 أو 11 حسب جودة وخصوبة الأرض. بشكل عام تكاليف ترخيص للأراضي بشكل عام يأتي يصل إلى من 40,000 حتى 60,000، إيجاد رخصة، طبعا الرخصة تشمل
الماء والكهرباء وتوفير هذه الأمور وحصول على رخصة بدء إنشاء المشروع طبعا، إضافة إلى هناك إنشاء المشاريع. طبعا تكاليف إنشاء مشروع التربية الحيوانية أو الاستثمار الحيواني أسعاره تختلف عن المشروع الآخر وهو مشروع المزارع. لذلك المشاريع طبعا المتعلقة في البساتين الأشجار، هناك أنواع في طبعا الأشجار المتعلقة بالفواكه، يعني أشجار الفواكه بشكل عام الزيتون والجوز منتشر هناك في المنطقة، يمكن الاستفادة منه بشكل كبير. عباد الشمس أيضا هناك موجود، أيضا يمكن الاستفادة من العنب والتفاح والأجاص الكمثري، لكن أشجار الزيتون أكثر موجودة في المناطق الجنوبية. أي استفسار أي معلومات إن شاء الله في الحلقات القادمة، أي أسئلة ممكن أن توجهونها ممكن أن نشرح عنها إن شاء الله ونوفرها لكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم.